نزلنا في مجريات الشوط الثالث وهذه صورة جماعية للفارسات المشاركات معانا في نادي راشد الفروسية. نعم. مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. لقطة جميلة جدا ومعبرة في سباقات اليوم نادي راشد. فواز هذه أول مرة يقام فيها سباق للفارسات؟ نعم للفارسات. نعم لأول مرة يقام فيها. هي أول مرة طبعا. هذه البطولة بالذكر يعني هي بدأت في جنوري 16 جنوري في سلطنة عمان. طبعا اللي هو 26 اللي هو في 26 كذلك جنوري اللي هو كانت في اللي هو استراليا وفبروري اللي هو طبعا في سويسلاند وكذلك اللي هو في مارش 7 مارش كان في تكساس واليوم 13 اللي هو مارش في اللي هو مملكة البحرين. وطبعا أبريل رايح يكون يقام اللي هو نفس السباق اللي هو نفس البطولة في اللي هو في المغرب و17 مارس رايح يكون في اللي هو فرنسا وطبعا اللي هو شهر 5 رايح يكون في اللي هو لينكفيلد بارك في انجلترا وكذلك اللي هو بولندا تاريخ اللي هو 31 ماي وفي جون رايح يكون في سويسدن طبعا في السويد وطبعا في 28 رايح يكون في هولندا وكذلك في جولاي رايح يكون في كندا واوغست 17 رايح يكون في بلجيكا وتنتهي البطولة هذه في اللي هو 8 نوفمبر في أبو ظبي في اللي هو نادي أبو ظبي للفروسية. نعم طبعا هذه اللي هو البطولة اللي هي تقام للخيل العربية ويشرف على هذه البطولة اللي هو الانترناشنال فيدريشنز اللي هو فور أرابيان هورسز هورس ريسينج اللي هو باصطلاحنا إيفار. طبعا هذه البطولة كما ذكرنا إليها جدول يعني اللي هو الجدول السنوي على ما أعتقد اللي هو يعني مثل الفورمولا بالضبط. إيه نعم وتحتسب اللي هو النقاط وممكن السادة المشاهدين لما يدخلون طبعا على اللي هو السايت مال إيفارت في معلومات وتبنت اللي هو المعلومات. نعم وتبنت اللي هو سمو الشيخة الله يسلم عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك طبعا اللي هو البطولة هذه مختصة طبعا إلى السيدات. نعم طيب طبعا احنا نتم دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات عموما المرأة بشكل عام. دعم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك غير مقطع النظير بالنسبة للفارسات. ونشاهد لارا صوايا مديرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيل العربية وحديث مع سمو الشيخ ناصر بن حمد في دقائق قليلة قبل انطلاقة السباق في شوطه الرابع. فواز بالتأكيد أنا بس نقطتي عند المرأة لما نتكلم عن المرأة خاصة المرأة العربية والمرأة الخليجية منذ العصور القديمة منذ فجر الإسلام والمرأة لها الدور ولها المكانة ولها يعني الإنجازات الكبيرة. ونشاهد القيادة الحكيمة في دول المجلس التعاون دول الخليج العربية أولت المرأة اهتماما كبيرا ووصلت إلى يعني مناصب كبيرة وقيادية جدا في دول المجلس التعاون. بتكلم عن الشوط اللي انتهى قبل شوي واللي هو الشوط الثالث. زدوان وين اختفى خالد؟ كان مرشح في المركز الأول أو المرشح الأول زدوان. زدوان. شوف إحنا ذكرنا في هذا الزخم من الخيول والفرسان. وهذا العدد الكبير. تحدث أخطاء. شوف الخطأ الصغير ترى يحملك أو يحمل المالك والمضمر والفارس يحملهم خسارة. فأعتقد أنها حصلت أخطاء ولكن هني دور الفارس الشاطر الفارس المتمكن. إحنا ذكرنا عن بريدول طبعا من الفرسان. أنا ذكرت أنه هو ولا في أحد يختلف في مضمار راشد الفروسية على 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 هذا الاسم الكبير. بريدول خاض منافسات عالمية كبيرة يعني شارك في كأس العالم في دبي من أوائل الفرسان اللي شاركوا في كأس العالم في دبي. فهذا الفارس شوف الحصان يعني اللي أو الفرس بالأحرى اللي امتطاها بريدول فرس عندها مستوى عالي جدا وظف بريدول وضعها في موضع فوز فاستطاعت أن تحسم الشوط. أنا أعتقد هني المهارة تكمن على الفرسان نفسهم. بريدول استطاع أن ينتزع الشوط
من 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 الجميع. من كلام خالد اعتقد كانت في اخطاء في هذا الشوط نوعا ما. شنو الاخطاء يا خالد؟ اصطدامات، اعتراضات. طبعا هي اعتراضات شرعيه، في اعتراضات شرعيه، في اعتراضات غير شرعيه. يعني الحصان المرشح توضع العين عليه، طالما ترشح الحصان يعني توضع العين عليه، تشوف يحصل مضايقات من الفرسان، يحصل مضايقات لا يفتح له المجال كي يفوز. فانا اعتقد الفارس المتمكن والقناص مثل ما نقول صحيح، يستطيع من ثغره ان يحرز المركز الاول. صحيح. اعتقد ان الشوط الرابع راح يبدا بعد قليل. نعم، الشوط الرابع على وشك البدايه، ويمكن هذا الشوط قلنا يختلف عن ثلاثه شوط سابقه في ان فارسات هن والخيل العربيه البحرينيه الاصيله. خيل عربيه اصيله. نعم، واحنا بالذكر واحنا دائما ننوه عن الخيل البحرينيه الاصيله، طبعا تنتمي الى 21 مربط، وهذه كل ال 21 مربط اللي هو جايه من اللي هو الافرس الخمس العربيه اللي هي الشويمه والصقلاويه. نعم. وكحيله. نعم جميل، هذا هو الخيل هاي رقم واحد. عبيان. طيب اذا تسمح لي بس بتحول للزميل كريم الترهوني في لقاء مع سمو الشيخ ناصر بن حمد. كريم تفضل. معي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب. طول العمر رحب بك معنا على قناة ياس. تظاهرة عالمية اليوم تقام في البحرين، وكأس غالي على قلوبنا، كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. طبعا الشرف الأكبر لنا، وإحنا نرحب بكم في مملكة البحرين بلدكم الثاني بلا شك، واستضافتنا لكأس العالم اللي يحمل اسم أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة، يعني هذا شرف كبير لكل فارسة أنه يتناله. والعمر نعرف كونك فارس وخبير بالخيل والفرسان، يعني تظاهر مثل هذه جولات عديدة في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا اعتناء برياضة الفروسية للسيدات، ونحن على أعتاب اليوم العالمي للمرأة. والله طبعا يعني خاصة الاهتمام بدور المرأة في المجتمع مهم جدا، ودعمهم لهذه الرياضات هي يعني هي أكبر من مجرد سباق فقط، هي لها مسجات كبيرة ترسل للعالم، ونوايا كثيرة ترسل للعالم عن طريق أعمال الخيرية وأعمال الإنسانية اللي تقوم بها سمو الشيخ فاطمة. هو يعني لا تعد ولا تحصى، ولكن هذه ذرة من الأعمال اللي هي تقوم بها. شكرا لك طويل العمر. شكرا عمر، تفضل، أعود إليك من جديد إلى الأستوديو في انتظار لقاءات أخرى. شكرا لك كريم الترهوني. ويمكن كنا نتحدث عن الشوط الرابع فواز قبل بدايته. صحيح. وكان عون يتحدث عن المشاركين في الجولة الخامسة لكأس بطولة العالم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. نعم، طبعا هي الشوط مشروط لجياد الخيل العربية البحرينية الأصيلة طبعا، ولجياد المبتدئات، والمسافة 1400 متر، والجائزة اللي هو 15000 دينار. أول المشاركين طبعا اللي هو عبيان 1620. عبيان هو أول مشاركة لهذا الجواد في عمر الخمس سنوات في مضمار نادي راشد. طبعا تمتطي هذا الجواد اللي هي الفارسة المشاركة في بطولة العالم، كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. جيسيكا مارسيليس طبعا من اللي هو من إيطاليا ب 57 كيلو، ويشرف على تدريب اللي هو عبيان 1620 هو المضمر عبد الله كويتي. طيب اذا تسمح لي مره اخرى بتحول للزميل كريم الترهوني في ارضيه الميدان. كريم تفضل. عمر، معي لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. نحن هنا في المضمار، هنالك فرس يعني على أهبة الاستعداد للسباق، لكن ناخذ رأي الأستاذة لارا صوايا. لارا رحب بك، نرجع شوية لورا ونحن مباشرة.
نحن مباشرة إذا على الهواء عبر قناة ياس. أعتقد أنها تظاهرة عالمية اليوم في البحرين أستاذ لارا، جولات متعددة وكأس عالمية تحمل اسم غالي على قلوبنا، اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. أول شيء بدنا نشكر سمو الشيخ ناصر الخليفة، اليوم موجود معنا كمان بسباق كتير غالي على قلبنا، سباق أم العالم سمو الشيخة فاطمة مبارك الله يطول بعمرها للسيدات إيفال. وأكيد بدنا نشكر سمو الشيخ فيصل لوجوده معنا، وسمو الشيخ محمد كمان لكلهم دعمهم لا محدود لسباقات اليوم وبكرة يلي بنظمها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان للخيول العربية الأصيلة. اليوم 10 بنات من 10 دول رح يكونوا متشاركين، حيركبوا بامتياز لأنه كل الخيول قوية اليوم اللي عاطينهم إياها. ومثل ما شفت في 2 بروفيشنالز مع 8 أماتورز يلي هي الكورية والإيطالية محترفات. اليوم الصبايا كل وحدة عندها أجندة كتير كبيرة، رزنامة كتير كبيرة بمحافل الدولية عندها كفارسة، وحبينا اليوم يكون تاني أغلى سبق بكل بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة مبارك بتوجيهات سامية لسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، أنه سبق البحرين يحمل جائزة 35,000 يورو، لأنه عادة السباق بيكون 30,000 يورو بالعالم. اليوم البحرين بتحتضن تاني أغلى جائزة لبطولة العالم لسمو الشيخ فاطمة مبارك من بعد أبو ظبي، ولأول مرة بالبحرين يكتب تاريخ أنه البنات والصبايا عم بيشاركوا. شكر لأم العالم سمو الشيخ فاطمة مبارك لدعم اللامحدود لمهرجان سمو الشيخ منصور ولكل صبايا العالم المتواجدين، وشكرا لبنات الإمارات المتواجدين معنا اليوم يلي حيكونوا عم بشجعوا زملائهم من كل البنات 18 دولة اللي مشاركين بسباق بكرة القدرة، سباق أم العالم سمو الشيخة فاطمة مبارك للسيدات القدرة بقرية البحرين العالمية للقدرة. وأكيد رح يكونوا متواجدين معنا نعم بلحقوا السباق، ورح يكونوا أول مين يشجع ويكرم البنات الفايزات بأغلى سباق العالم. غالي قلب على قلبنا كتير هو أم العالم سمو الشيخة فاطمة مبارك، إن كان فلات ريس أم إن كان سباقات القدرة. شكرا لك أستاذة لارا. شكرا للتلفزيون ياس. شكرا عمر، تفضل لأعود إليك من جديد إلى الاستوديو. شكرا لك كريم، بالفعل نعود إلى الاستوديو وانطلاقة السباق بعد دقائق قليلة فوق. وأنا أشاهد الفارسات متوجهات إلى صناديق الانطلاق استعدادا لهذا الشوط. تعامل فارسات خالد يختلف عن تعامل فرسان، ولا هو تعامل الفارس واحد فكرة واحد؟ لا شوف، الفارسة طبعا احنا انت ذكرت في البداية ان المرأة نافسة الرجل في كل شيء، صحيح. وانا اعتقد ان الفارسات استطاعت ان تحرز اشواط على مستوى عالي جدا ومستوى لدرجة من الجروب 1 في نساء فارسات فازت في جروبات يعني اعلى مستوى في الخيل. لكن هاي ما يمنع انه معروف عنهم بالرقفة خاصة في التعامل. لا اعتقد ان هي تغير المرأة تغير ان شاء الله. فمثل ما قلنا ان المرأة تستطيع ان تفوز في جميع المحافل، صحيح. وهنا نشوف اليوم احنا في سباق كأس العالم، يعني اعتقد احنا ما نقدر نقول ايش راح يصير في هالشوط، لم نقف على مستوى هذه الفارسات، صحيح. عدا فارستين هما الإيطالية والكورية محترفين. نعم محترفات، ويتمتعن بقوة ومهارات وعندهم خبرة كبيرة، صحيح. اعتقد فلم يصلوا لهذا المستوى الا من احتكاك في مضامير عالمية، واليوم ان شاء الله نشوفهم يتنافسون عندنا في مضمار راشد الفروسيه سباق الخيل على كاس العالم. بالتاكيد انا اشوف ان الاسطبلات المشاركه، يعني عندنا اسطبلات صخير مشاركه بثلاث خيول، نعم، واسطبلات ايضا الرفاع بخيلين والوسميه بخيلين، فبالتالي هل هذول عندهم ادفانتج عن البقيه؟ طبعا احنا ذكرنا اللي هو الشوط اللي هو شرط الشوط هو للجياد المبتدئات. طبعا جميع الجياد هما يعني لم يسبق لهم ان فازوا، ولكن هناك عدد من الجياد كما ذكرنا اللي هو بيان 1620 اول مشاركه لهذا الجواد،
وكذلك هناك كحيل العاديات 1564 أول مشاركة طبعا لهذه الفرس اللي هي كحيلة لإسطبل الروضة. طبعا هناك مشاركات طبعا إلى كذلك اللي هو إسطبل اللي هو الصخير اللي هو الحمدانية 1407 واللي هو 90 وكذلك اللي هو إسطبل الصخير 1622 وهناك اللي هو إسطبل سافرة اللي هي الفرس كحيلة أم زرير 1568 طبعا يشرف على هذا الفرس اللي هو ألين سميث وتمتطي هذه الفرس اللي هي علياء الوضحي من سلطنة عمان. ولكن في هذا الشوط طبعا يتسلط الضوء على اللي هو الحصان ملوشان 1627 لإسطبل سافرة وطبعا تمتطي هذا الحصان اللي هو سابيانا غرونبيك اللي هي من اللي هو الدنمارك. واعتقد ان هذا الجواد يعني من اول مشاركاته في الموسم الحالي حاز على اللي هو ثلاث المراكز في المركز الثاني متتالي طبعا من ثلاثه اللي هو سباقات وهو مرشح طبعا قوي. هو هني المرشح اللي هو طبعا الثالث ولكن انا ارشح هذا الجواد في المركز الاول يعني من اللي هو الترشيح اللي هو الثالث الى الترشيح الاول. اما اللي هو الحمدانية 1497 فهي مرشحه كذلك اللي هو قويه لإسطبل الصخير وبقياده اذا هرستال من المانيا ب 54 كيلو وهي المرشحه الاولى في كتيب السباق. نعم. والمرشحه الثانيه اللي هي الجلابيه 1622 طبعا اللي ذكرناها اخر مشاركه. طيب. حازت على المركز الثاني. خالد ترشيحاتك للشوط الرابع ترشيحاتك انت شخصيا في هذا الشوط نعم انا راح اروح مع شويمان كان اخر ظهور له في المركز الثالث يعني في هذا الموسم او اخر ظهور له من 7 ايام بالاحرى في المركز الثالث هو المرشح الابرز كانت تمتطيه فارسه على مستوى مينايو وهي من الفارسات المميزات والفارسات التي تتمتع بخبره وهي فارسه محترفه ايضا لذلك الترشيح تصب في صالح هذا الحصان. متفق انت وخالد متفقين ان شويمان انا طبعا اللي هو رايح انا يعني اوضع يعني اكثر يعني ترتيب الى هذا الجيال. طبعا شويمان 1615 كمرشح اول عفوا ملوشان 1627 كمرشح اول والمرشح الثاني شويمان 1615 والبقيه اللي هي تجي في المركز الثالث. ملوشان ثم شويمان. تفضل خالد. عفوا عمر على فكره خلنا نوضح نقطه خيل البحرين العربيه الاصيليه عاده ما تفاجئنا بالمستويات. صحيح. يعني تظهر لنا بمستوى في هذا الشوط وتتغير في شوط اخر. احنا يعني نتفق على ترشيح شويمان 1300 او بالاحرى 1615 نتفق كونه قدم مستوى ولكن لا نختلف اذا فاز احد الاسماء الموجوده يمكن تطور مستواه في هذه الفتره. في عندنا خيول لم تشارك من 28 يوم في عندنا خيول لم تشارك من تقريبا 42 يوم فهذه ممكن انه يكون طرا تغيير على الاستراتيجيه الموضوعه من قبل المدربين. بالذكر ملوشان 1627 طبعا هذا الجواد غير مرشح يعني خارج الترشيحات فانا وضعته كمرشح اول في هاي الشوط. هذا تحدي بناء على ايش تحديك يا بناء على كما ذكرت يعني اول مشاركاته في اول ثلاث مشاركات حاز على المركز الثاني وبعدها يعني تعد الخامس اخفق ولكن طبعا هناك اللي هو تقريبا 42 يوم عدم مشاركته يعني عطت اكثر ارتياح يعني شهر تقريبا ونص. نعم. اذا تسمح لي بتحول للسباق والشوط الرابع كاس بطوله العالم لسمو الشيخه فاطمه بنت مبارك للسيدات افهم محاولات لإدخال عبيان مع الفارسة الإيطالية جيسيسا مارشاليس من إيطاليا
إلى التوفيق إن شاء الله لهذه الجياد المشاركة، ونتمنى سلامة الفارسات وسلامة الجياد أيضا. I think they are ready for the fourth race. الجياد جاهزة لانطلاقة الشوط الرابع. إذا ريسينج انطلق الشوط الرابع على كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بن مبارك للسيدات. الجياد العربية الأصيلة بانطلاقة تاج حيلان العاديات 1594 بقيادة الفارسة العمانية أزهر الوردي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتواجد شويمان 1615 بقيادة الكورية مينايو. المركز الثالث يتواجد ولا تتواجد حيلان أم مزرير بقيادة الفرنسية بلانش دي غارفيلوس. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع حيلان العاديات 1594 بقيادة العمانية أزهر الوردي على صدارة هذا الشوط، بينما خطوة بخطوة هنالك ملولشان 1627 بقيادة الدنماركية سابرينا جرونبيك. هنا الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية حيلان العاديات على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة أزهر الوردي في قيادة هذا الشوط، ومحاولات أيضا من قبل ملوشان بقيادة سابرينا. هنا اللي هو السيدات هو السادة ملوشان على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط بقيادة الدنماركية سابينا جرونبيك. إذا جرونبيك بصدارة هذا الشوط، ومحاولات أيضا من قبل حيلان العاديات 1564. إذا ملوشان 1627 على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، ومحاولات أيضا من حيلان العاديات. فعلا أيها السيدات والسادة ملوشان 1627 ومن خطف صدارة الشوط الرابع على كأس بطولة العالم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. ألين سميث مدربا لهذا الجواد بقيادة الفارسة الدنماركية سابينا جرونبيك. إذن تابعنا وياكم مجريات الشوط الرابع الذي يقيم على كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات. شوط كان جميل، شوط كان سريع على ما أعتقد، ولكن الكلمة راح تكون للمحللين، هم اللي راح يوضحون لنا هل هو شوط سريع، هل هو كان يحتوي على تكتيك معين واسلوب معين. النتائج عمر، النتائج جات ملولشان في المركز الأول، ملولشان 1627، في المركز الثاني كحيلة العاديات 1594 للفارس أزهار الوردي من سلطنة عمان، والكري رقم 6 1521 الكري 1521 في المركز الثالث. هذه هي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى. أنت راهنت على الكري 1521. نعم ملولشان، ملولشان نعم. هو كان خارج الترشيحات. أتذكر سؤال اللي هو الأخ فواز، يعني ليش رشحنا اللي هو كمرشح أول، فذكرنا يعني أن هذا الجواد يعني من أول مشاركاته في الموسم الحالي، أول ثلاث مشاركات حاز على المركز الثاني وأخفق في آخر مشاركاته، وأريح الجواد يعني ما يقارب من 42 يوم، فأعتقد إراحة يعني كافية لهذا الجواد، فأعتقد يعني اللي هو فاز بكل جدارة. نعم. من بدء الانطلاق. نعم. لو تسمح لي عمر في نقطة جدا أحب أركز عليها، بأن المركز الثاني كحيلة العاديات الفارسة أزهار الوردي من سلطنة عمان الشقيقة، وهذه مكسب وأيضا إنجاز آخر يحقق للمرأة الخليجية بشكل عام، حصول الفارسة أزهار أمامها أمام نخبة وكوكبة من الفارسات أصحاب الخبرة من دول العالم. هذا أكبر مكاسبنا في هالسباق، أن فارسة عربية خليجية من سلطنة عمان أزهار الوردي حققت المركز الثاني، وهذا شيء ممتاز جدا. خالد؟ نعم طبعا هذه مكسب كبير طبعا بالنسبة حق أزهار، وأزهار أعتقد أنها شاركت ويانا في مضمار راشد في الفروسية، شاركت في سباقات مضمار راشد الفروسية، لا أعتقد أن هذا الظهور الثاني لها، غريب عليها المضمار، مو غريب عليها المضمار، فمتمكنة هذه الفارسة. طيب السباق سم الله عدوك، السباق شلون شفت السباق؟ السباق طبعا كان سريع جدا، فأعتقد أن
الحصان اللي هو عملشان طبعا حسن رشح هذا الحصان طلع بمستوى جدا طيب في بداية الموسم باحتلال المركز الثاني لثلاث مرات. أنا أعتقد أن الشوط كان سريع جدا ولكن تمكنت الفارسة اللي هي الدنماركية قرأت جيدا مسار السباق فتقدمت من البداية وواصلت طريقها لحد النهاية. يعني نقول احنا قلبت ستارت وفنش المسار. نوعية السباق يعون كنت تكلم خالد من السباق سريع تفضل كان عندك نقطة. نعم. انا عندي نقطة وان شاء الله رايحين نوضحها في اللي هو اعادة الشوط شلون اللي هي الفارسة الدنماركية اللي قدرت يعني اللي هو قدرت التغلب على بقية الجيال. طبعا اللي هي بنلاحظها ان شاء الله اللي هو كانت في المركز الثاني وبعد اللي هو اللي كان طبعا كان في هو المركز الاول من بدء اللي هو الانطلاقه كان اللي هو كحيلان العاديات اللي حاز على المركز الثاني. نعم نلاحظ اللي هو المركز الثاني الان نلاحظ اللي حازت على كحيلان العاديات وهي من الخارج في المركز الثاني وكحيلة العاديات عفوا اللي في المركز اللي هو الاول. لاحظ إراحة اللي هو يعني مهارة الفارسة الدنماركية سبيانا. لاحظ إراحة اللي هو الحصان ملوشان 1626 اللي هي خلف اللي هو كحيلة العاديات 1564 عفوا اللي حلت في المركز الثاني. نلاحظ هناك إراحة حق اللي هو إراحة حق الجواد فبعد المنعطف انطلاقه الى خط النهايه اللي هي بالسرعه اي الاحتفاظ باللي هو بامكانيه اللي هو الجواد وطبعا وقوته. نلاحظ الحين رايح يكون هناك دخول اللي هو من الخارج من وسط اللي هو الجياد طبعا كانت من المركز الثاني والى المركز الاول الان والمركز الثاني لا زالت موجوده اللي هي الفرس كحيلة العاديات اللي حلت في المركز الثاني من الداخل والكري 1521 القميص الأحمر اللي هو كذلك من الداخل. تعامل الفارس أخوي عون مع الجواد أعتقد يتطلب أن خبرة أكثر سواء خبرة في تعامل الفارس مع الجياد وخبرة أيضا في التعامل في الوقت اللي قضت الفارسة مع هذا الجواد. نعم ولا ننسى بالذكر هناك لابد أن تكون تعليمات من المدرب وين ممكن اللي هي الفارسة توضع اللي هو الحصان أثناء السباق. أي وين مساره رايح يكون له هل مساره هناك التتويج من قبل سمو الشيخ ناصر. بالضبط يعني نتابع في هذه الأخبار. سمو الشيخ محمد بن عيسى كذلك. صحيح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة وتتويج للمضمر آلان سميث والاسطبلات السافرة مالك هذا الجواد. عموما السباق كان سريع وشوط كان سريع ولقطة تذكارية وصورة تذكارية وتتويج من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مبادرة تستحق كل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات أم العالم وأم العالم بالتأكيد على دعمها المستمر ودعمها الدائم للمرأة وإبراز موهبة المرأة في كافة المجالات وفي كافة النشاطات. ونشاهد الآن عملية التتويج اللي راح تجرى بعد قليل في هنا في نادي راشد للفروسية بمملكة البحرين. لأول مرة يقام سباق للسيدات وهذا أول تتويج أول فائزة طبعا تتمكن من تحقيق المركز في جولة البحرين على فكرة. في جولة البحرين. نعم كما ذكرنا هناك عدة جولات متعددة. الانطلاقة كانت من سلطنة عمان. نعم واللي بدأت في سلطنة عمان في جنوري وإن شاء الله في 8 نوفمبر رايحة تختتم الجولات في نادي أبو ظبي. نعم. إذن نهاية الشوط الرابع وتحدثنا عن هذا الشوط وتحدثنا عن الجياد المشاركات وأيضا الفارسات ونأتي بالذكر على الفارسة الإماراتية زهر الوردي أو العمانية بالتحديد زهر الوردي عمان الإمارات البحرين وكل دول مستعون دولة واحدة فنحن نفتخر بالفارسة العمانية كما نفتخر بالفارسة البحرينية بالفارسة الإماراتية القطرية الكويتية السعودية كل فارسات الخليج ما يمثلون
دول مجلس التعاون وليس كل دولة على حدة. فألف مبروك لأزهار الوردي المركز الثاني من سلطنة عمان كفارسة، أمتطت صهوة الفرس كحيلة العاديات وأحرزت المركز الثاني وسط 10 جياد وأفرس شاركوا في هذا الشوط، الشوط الرابع الذي أقيم على كأس سمو الشيخ فاطمة بن تبارك كأس بطولة العالم، وهذه الجولة من جولات هذه البطولة في مملكة البحرين. تحدث عن الشوط الخامس خالد، شوفك مستعد. والله انا دائما مستعد، من اشوفك استعد على طول. طيب بنتكلم، خلينا نتكلم عن الشوط الخامس، لكن بعد بنشوف عمليه التتويج اللي راح تجرى الان. صحيح. ما زلنا نشاهد وجود الجوائز والمكرمين في الان نادي التتويج. نعم تفضل. نعم سمو الشيخ محمد بن عيسى وسمو الشيخ ناصر بن حمد، هناك تتويج ل اسطبل سافرة وهناك هدايا كذلك مقدمة من طبعا تكريم الاسطبل الفائز في هذا السباق المدرب ألان سميث، المدرب ألان سميث في هذا نعم كأس رمضان المرة الفائز في الشوط الرابع كأس بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ألان سميث اللي تمكن من تحقيق المركز الأول مع ملول تشاند وسابينا كرومبيك الفارسة التي حققت المركز الأول. الآن نشاهد مديرة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للثوب العربي الأصيلة والشيخ محمد بن عيسى الخليفة يكرم الفارسة الدنماركية سابينا كرومبيك الحائزة على المركز الأول في الشوط الرابع في كأس بطولة العالم سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك للسيدات. طبعا على يسار الشاشه نشاهد تقديم الدروع للمكرمين عبر المدير التنفيذي مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للثوب العربي الاصيله لارا صوايا، وهي تهيب بالفارسه انها ترفع الكاس عاليا كفائزه في هذا السباق سابينا كرومبيك الدنماركيه. مبروك للفائزين ومبروك لنا فوز ايضا العماني ازهار الوردي في المركز الثاني وحصولها على المركز الثاني مع كحيله العاديات 1594. وهنا جانب من التقاط الصور التذكاريه مع رعاه هذا السباق، السباق الذي يقيم ونتذكر النتائج التي حضرت في السباق، من الشام في المركز الاول من اسطبلات سافرة والفارسة سابينا كرومبيك المضمرة والمدرب ألان سميث، في المركز الثاني كحيلة العاديات من اسطبلات الروضة الفارسة أزهار الوردي جاءت في المركز الثاني من سلطنة عمان، الكري في المركز الثالث من اسطبلات الرفاع وإلدا جرانت الفارسة الأمريكية والمدرب سامي سلوم في المركز الثالث. فواز الحين ننتقل للشوط الخامس. نروح للشوط الخامس. بعد ما شاهدنا عملية التتويج وتتويج الفارسات اليوم خاصة فارسة الشوط الرابع وصاحبة المركز الأول فارسة الدنماركية، ألف مبروك لمن شارك في هذا الشوط، الجميع فاز أكيد. جميع الفارسات اللي شاركوا فائزين أو فائزات بالأحرى في هذا الشوط. عموما خالد ننتقل إلى الشوط الخامس. توكلنا على الله. نتحدث عن الجياد ونتحدث عن الفرسان. نعم طبعا هذا الشوط سباق توازن من 0 ل 88 والمسافه 1100 متر. طيب. اعتقد اذا تسمح لي اخوي خالد نتحول للزميل كريم الطرفاني. كريم تفضل.
الرئيس مدير عام الارشيف الوطني دكتور رحبيك معنا مباشرة عبر قناة ياس. نتواجد اليوم في المنامة في مملكة البحرين الشقيقة، وهذه البطولة بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات إفهار، بطولة تحمل عدة معاني نظرا للدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في شتى أنحاء العالم. نعم، احنا سعداء بالمشاركة في هذه البطولة. البطولة طبعا أخذت في الانتشار على مستوى العالم، والشكر كل الشكر لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها للمرأة في جميع المجالات وليس في المجال الرياضي. والآن في هذه البطولة طبعا لأول مرة في دولة في مملكة البحرين، ولأول مرة أكثر من 100 سباق الآن في مهرجان سمو الشيخ منصور للخيول العربية. فكل هذه الفعاليات وكل هذه الأنشطة هي دعم لرياضة المرأة ودعم لرياضة الإمارات بشكل عام. وكما ترون أن لأول مرة يقام هذا السباق، وهناك إقبال كبير من القيادة السياسية في مملكة البحرين لهذا السباق، وسباق ناجح بكل معنى الكلمة. وإن شاء الله غدا هناك سباق القدرة، والكل يستمتع بهذه الأجواء الجميلة في مملكة البحرين. شكرا دكتور. شكرا لكم. شكرا عمر، تفضل أعود إليك للاستوديو. الشوط الخامس سينطلق بعد لحظات. شكرا لك كريم، وبعود مع خالد. تفضل بدون مقاطعة هالمرة. أكيد ترى هو اللي قاطعك مو أنا حبيبي. انسحب وجهي هالمرة عزيز غالي. الله يحفظ. تفضل. طول عمرك. سلامك الله. احنا نبتدي مع منظم طبعا أول مشاركة له في هذا الموسم في مضمار راشد. طبعا حصان مسن 13 سنة، ما أعتقد أن نتمنى له التوفيق عموما لبروسلي ريسينج سانديغيت تحت إشراف العائد فاضل عصفور. أنا أقدر أقول أن العائل فاضل عصفور أمتعنا كثير مع خيول ومع أسماء كبيرة موجودة. منظم طبعا راح يقود علي حسن ب 58 كيلو تصنيف 87 لبروسلي ريسينج سنديغيت رقم 2 أوتميز بلاش اللي هو فرس طبعا لفوزي عبدالله ناس، وهو أيضا اللي يشرف على تضميرها. راح ينتطيها أحمد مكي ب 54 كيلو. هذه يبدو لي رقم 6. احنا في رقم 2. احنا في رقم 2. بنرجع لرقم 3. تسمح لي قاطعك؟ نعم. مرة أخيرة. تفضل. متحول شوق تفضلي. شكرا زميلي فواز. I'm here with the winner of this race, Miss Sabina. Miss Sabina, congratulations. Thank you very much. How do you feel winning the women's race? Absolutely amazing. I didn't expect it. And why do you think this race is so important? Because it's international. It's very big for someone like me. I've only ridden 47 races before today. I rode trotters, but flat racing is, I'm quite new in flat racing, so this is very big for me. So a big race. And can you talk to me about the win? How was your win? How did you win? Well, the trainer told me to let him jump out and make the last part faster than the first. So I put my hands down and just asked him to follow up. And since there was a loose horse in front of us, I didn't want to go too near that. But in the straight, it broke out a little, so I went on the inside. And he was a little green when he ran, but he's a very nice horse to ride. So very good tactic on your trainer's part. Yeah, it is. All right, so congratulations once again, Ms. Sabina. Thank you so much. Thank you. نرجع لزميلي فواز. شكرا زميلة شوق. عمر بعد اذنك ممكن نكلم خالد؟ أيه. نرجع له اكيد. انا حاضر، انا مستعد جاهز. الشوط هذا مستقيم يا خالد، كنت تتكلم تستعرض الجياد. وصلت لرقم 2 على ما اعتقد. نعم، وصلنا الى الفرس. نعم. اتوينز بلاش طبعا فرس جاي بسمعه طيبه من مضامير بريطانيا. اعتقد عندها انتصارين 4 سنوات. راح يكون